حياكم الله أعزائي المشاهدين أينما كنتم مشاهدين قناة الشرقية وبرنامج ظهيرة الجمعة. نحن اليوم في أمسية عراقية موسيقية سيمفونية يقدمها الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية في بغداد بصبغة عراقية جميلة. فخلينا نشوف وإياكم ونستمتع ونسمع هذه السيمفونية. فحياكم الله أينما كنتم وخليكم ويانا. أنا أتبع أسلوب فيه تجديد إلى حد ما وفيه تركيز على الهوية الثقافية. الموسيقى هي لغة عالمية، الصوت هو الخليقة وهو الجزء الأساسي من مكونات الكون والخليقة. نحن نحول الصوت من خلال الموسيقى إلى لغة تفاهم ولغة إيصال المعلومة وسبل تعافي وسبل اطمئنان وسبل توافق ذهني والعبور مرحلة السلبيات اللي موجودة عالميا، ولا أقصد فقط في العراق. الموسيقى هي بحد ذاتها الفن للفن. أنا ممن يعملون بهذا الاتجاه لقدسية الموروث الثقافي العالمي الموجود. الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية تأسست في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي. صادف أنه لم يصادف، ظروف العراق دائما غير مستقرة، فبالتالي لحد اليوم ليس هناك دار أوبرا مثلا، وهناك أوركسترا سيمفونية واحدة، وهناك بلدان محيطة حتى بالعراق إقليميا لديها أكثر من فرقة سيمفونية ومدعومة من الدولة ومن القطاع الخاص ومن القطاعات المختلطة و و و و و هذه خلاصة نهاية دراسة كبيرة وجد وحالة عالية جدا من فيها من المعاني العالية ما فيها، وفيها من الإرث الثقافي العالمي ما فيه، مما يحتم أن يكون هناك أوركسترا وطني في كل بلد في الكوكب يقدم الثقافات المختلفة لهذا البلد وللبلدان الأخرى. احنا اليوم قدمنا عدة مقطوعات عالمية، من ضمنها مقطوعة هانز مومر اللي هي تعتبر مروا بينا من تمشون، هي المؤلف هانز مومر، بس القطعة هي كانت تراثية. وعدا المقطوعات العالمية الثانية اللي هي ليست وشوبرت، فكانت يعني التفاعل الجمهور عليها كلش حلو، تقبل الجمهور إلها، لأنه تعرف أنه هيك مقطوعات تقريبا الجمهور ما يتقبلها أو تكون يعني ما متعودة الإذن، أي الإذن ما متقبلتها أو هيك. بس الحمد لله لا، إحنا كل مدى كل شهر نقدم أعمال مختلفة، من أعمال العالمية، أعمال موسيقى، الأفلام، كلها دا يتقبلها الجمهور ودا يحبها.
حقيقة اليوم أعمال سيمفونية مشهورة ومعروفة، وكان حقيقة رسالة إنسانية نتمنى أن تصل إلى شعبنا وكل المستمعين اللي يحبون يعني يرتقون بواسطة هذا النوع من الفن العالمي، وخاصة هي مناسبة يوم الموسيقى العالمية. وعلى هذه المناسبة تم تقديم هذه الأعمال المهمة حقيقة لليست وشوبرت وكورسكوف، فبالتالي يعني هذه النوع من الفن اللي هو الراقي واللي يستمع إلى نوع محدد من الجمهور الحقيقة كان هو هدية له، وبالتأكيد ردود الفعل كانت جدا طيبة من قبل الموجودين. الفرقة السيمفونية جزء من هذا التشكيل، جزء من قسم الفرق الوطنية اللي يقدم حفلات كل شهر حفلة، يعني مرة أستاذ محمد أمين عزت يكون يقود للفرقة، ومرة ثانية يقودها أستاذ كريم، يعني بالتناوب يصير كل شهر قائد يقود الفرقة السيمفونية. نعم نعم. أكو إقبال من الجمهور على هذا الشيء؟ أكيد طبعا، تعرف أنت السيمفونية العراقية هي واجهة بلد، يعني واجهة ثقافية وحضارية وفنية، فأكيد أكو تعطش يعني سماع هذا الغناء الكلاسيكي، غناء قصد الموسيقى الكلاسيكية، أكو تعطش من قبل الناس. يعني إحنا نشوف مرات، تعرف بس الظروف مرات تحكم على يعني على الجمهور، يعني مجيء الجمهور الازدحامات مرات، ومرات الأخبار اللي إذا نسمعها تعرف يعني كلها تأثر هاي على مجيء الناس، يعني على نفسية الناس، فمرات يصير مو عزوف نسميه عزوف، يعني هذه الظروف ما تخلي المواطن يوصل أو المتذوق يوصل إلى المسرح الوطني.